اهلا وسهلا، تحياتي واشواقي. خلصنا من بريستول والريف الانجليزي ووصلنا الى باث، مدينه تاريخيه فيها اثار رومانيه. هذا النهر اسمه ايفن ريفر، شلال جميل مع هاي المباني العريقه القديمه. طبعا فيها جامعتين وفيها مرافق حيويه وسياحيه وفيها طبعا حدائق جميله، في وجود لنا متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي. كل التحيه للناس اللي متابعينا في باث ومنهم السيد فادي. مشهورة باث بالحمامات الرومانية، الحمامات الرومانية من هذا المكان. تأسس حمام باث عام 77 ميلادي بهدف الاستحمام والتعبد، وتم لاحقا تطوير المكان للاستمتاع بمياه الينابيع الحارة. الحمام اللي هو بمثابة منتجع روماني قديم يعتبر الآن مركز ثقافي بيعكس تاريخ وحضارة الرومان اللي استوطنوا المدينة. البالونات بتنطلق من فيكتوريا بارك في باث، هذه هي الحمامات الرومانية. المنطاد الجميل مرافقنا طول الجولة، هذا هو المحل اللي هو المعروف المشهور للسياح اللي هو سالي لونا، المكان اللي كنا سمعنا قصته واحنا صغار، مكان مخبز عريق مشهور. اسمها باريد جاردن، الدخول إلها في أوقات معينة وفي رسوم بسيطة، طبعا جميلة جدا، ومقابل لها أو بلاصقها في قناة مائية. طبعا باث مدينة محاطة بالمرتفعات أو جبال، وكمان ناس بتعمدوا ياخذوا رحلات بالمنطاد حتى يشوفوا باث من الأعلى. في كم مكان تاريخي معروفين، هذا هم من أهم الأماكن المشهورة اللي ينصحوا زيارتها. طبعا المباني هنا عريقة وواضح في انهم متأثرين بحضارات مختلفة. هذه عبارة عن فندق، القبة هاي، هذا فندق، وشوف الأعمدة هناك. الحديقة الجميلة في السنتر اسمها الكامار جاردن. نظام الأقواس هنا بذكرني في مدينة أوكسفورد وكامبريدج، والمقاهي ومطاعم موجودة هنا، والحركة بتكون بيزي أكثر في النهار. احنا جينا متأخرين بعد الساعة 5. هذا الشارع بمثابة شارع رئيسي هنا أو واحد الشوارع الرئيسية اسمه يونيون ستريت. طبعا بالنهار هنا ما بتقدر تحط رجلك، زحمة بكون في النهار. رحلات سياحية هنا بيعرفوهم عن تاريخ المدينة. هذا هو المدخل الرئيسي. فندق مشهور تابع له سبا، حمامات خاصة عبارة عن اللي هو جيم، مكان استرخاء، وهذا كمان مبنى جميل أشبه ما يكون بالحمامات التركية. فكرة أنك تيجي هنا سبا كاملة متكاملة مع مساج مع كذا، الحمام فوق هناك على الروف. مطعم بلكوني تايلاندي طبعا بيزي كتير. أول ما توصل باث بينشرح صدرك إلها، لأنه بصراحة ما ببالغ، تحس حالك في إيطاليا أو في أسبانيا، في هيك صبغة أو طعم ميديترينيان دخلت قلبي. هذه المدينة آمنة بس غالية. موجود عدد من أبناء الجالية العربية والإسلامية، فيها بعض المساجد وفيها جامعتين وفيها بعض المطاعم الحلال، لكن أقرب مدينة لباث هي بريستول اللي برضو فيها عدد كبير من المطاعم والسوبر ماركتات اللي ممكن تتبضعوا منها. هاي المنطقة اسمها رويال كريسنت، الهلال الملكي. من هنا برضو ممكن يتركوا. بعد ما تنهوا يومكم في باث وتستمتعوا، بنصحكم تيجوا على رويال كريسنت اللي هي الهلال الملكي، مش بعيد عن السنتر، حتى تشاهدوا مشهد الغروب وتستمتعوا في هذه الحديقة الجميلة. حستمر معاكم وحتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again. هذا جماعة مشهد جميل جدا من الأعلى لمدينة باث.
من بارك اسمه ألكسندرا بارك، كأنك بتشوف هذا المشهد من طيارة.